نكونوا جسم واحد ونكونوا في خندق واحد لان الضغط تبع علينا كثير. بغيناهم يجيو يشوفوا الظروف فاش كنشتغلوا ويشوفونا كيفاش كانت هاد الهجمه هادي. ربما الدافع ديالها هو كسر العزيمه. الانسان خصو هو براسو الى تعرض للاهمال او تعرض للرشوه يمشي يقيس داك الانسان اللي هذا، ماشي يجمع كل شيء. وجه التعازي الحره لهذيك الاسره ديال هذيك السيده خصو يدير راه الدار وتحقيق الانجاري وغادي يحدد المسؤوليات. السيد كيتعرض لواحد الظلم كبير. حنا كمولدات كنعيطوا ليه في الوحده ديال الليل، جوج ديال ثلاثه ديال الليل، اربعه ديال الليل، ما عمره رفض نهائيا انه يجي لشي وحده. وحيد عبد العالي الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وعضو المكتب الوطني لنفس النقابة. هذه الوقفة هذه كتجي في إطار الدعوة اللي دعا لها التنسيق النقابي المكون من النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يعني السي دي تي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب. كتجي في إطار للدفاع على الشغيلة الصحية بالمستشفى الإقليمي على الخصوص وبالإقليم على العموم. هذه الهجمة هذه اللي لقيناها من في بعض المنابر الاعلاميه الشبه المحترفه اللي كتعرض السمعه وكتدعي واحد المجموعه ديال الاكاذيب، واحد المجموعه ديال المغالطات اللي كتنشرها بين المواطنين وبين الساكنه ديال الاقليم على الخصوص اللي لا اساس لها من الصحه ومجانبه تماما للحقيقه. فكل المسائل اللي تم العرض ديالها واللي كتمس بالكرامه ديال الاطر الطبيه والاطر التمريضيه فهي لا اساس لها من الصحه. ومن هذا المنبر كنقولوا بانه راه كاين دعاوى اللي غادي ترفع ضد هاد المنابر وضد هاد الناس اللي قادوا هاد الحمله هادي باش القادة يقول الكلمه ديالو وتنويرا للراي العام وحفاظا على السمعه ديال الاطر الطبيه والتمريضيه والاداريه بالمستشفى وباش نبقاو دائما في اتصال في نفس الخط مع المواطن باش تبقى الثقه ديال المواطن في الاطر دائما في المكانه ديالها ودائما ما يدخل فيها حتى شي واحد. حنا للاسف الشديد ما فهمناش علاش جات هاد شنو هي الظروف والدوافع ديال هاد الحمله هادي بهاد الايام بالخصوص. وحكي حاولوا الناس كيجبدوا ملفات اللي قديمه اللي دازت عليها اكثر من 7 اشهر، اكثر من 9 اشهر كتجبد دابا في هذا الوقت وحاليا وبهذا التسلسل هذا. فهنا يثير شك، يثير واحد مجموعه ديال الشكوك. وعلاش شكون هما هاد الجهات؟ شنو هما الدوافع ديالها؟ علاش كتهاجم المستشفى بهذا الصفه هذه؟ رغم ان المستشفى الاقليمي ديال بيوغرام التخصصي يشهد له الجميع بالكفاءات، يشهد له الجميع بالتميز ديال الخدمات اللي كيقدمها للوافدين. كمولدات مصلحة الولادة راه مشهود علينا جميعا اننا كنديروا المهام ديالنا على اكمل وجه، واننا لا في المعامله ولا في هذا، واننا كننفيو التهم اللي تلصقوا فينا ديال اننا يعني كنتعطاو الرشوه او الاهمال. هذا الشيء راه ما كاينش، والانسان خصو هو براسو الى تعرض للاهمال او تعرض للرشوه يمشي يقيس ذاك الانسان اللي هذا، ماشي يجمع كل شيء. وهذا الشيء راه غير وارد في المصلحه، ما كاينش نهائيا. وحنا هذا الشيء كيأثر فينا، كيخلونا اننا هنا يعني مستقبلا ما تنزعموش مازال اننا نتعاملوا ماشي احنا الانسانيه كنتعاملوا بها الواجب ديالنا كنديروه. غير بحال هاد الحوايج كيخلوك نفسيا ما كتقدرش تخدم مرتاح. حنا كنقولوا لهم باننا حنا راه غنبقاو كما حنا ديما مزيانين، خدمتنا راه غنديروها، وهذوك الاشاعات راه ما كياثروش فينا. وبغينا المجتمع المدني يبدل النظره ديالو الخايبه للمولدات ولا لمصلحه الولاده. بغيناهم يجيو يشوفوا الظروف فاش كنشتغلوا ويشوفونا كيفاش كنتعاملوا، ماشي حاجه وحده غير هذا. وحاجه اخرى بغيت نقولها انا بالنسبه للهجمات اللي شنوها على مدير المستشفى، انا كنقول لهم حشومه وعيب وعار، لان السيد كيتعرض لواحد الظلم كبير. حنا كمولدات كنعيطوا ليه في الوحده ديال الليل، جوج ديال الليل، ثلاثه ديال الليل، اربعه ديال الليل، ما عمره رفض نهائيا انه يجي لشي وحده نهائيا. ديما كيجي كيحضر، السيد كيخدم وحنا متضامنين معاه. اللي توفات الله يرحمها كنتاسفوا ليها جميعا. الله يرحمها ويسع عليها. وكان في هذا المنبر ديالكم كنوجه التعازي الحره لهذيك الاسره ديال هذيك السيده وبقات فينا صراحه ما بغيناهاش. انما الامور داكشي اللي خصو يدير راه دار وتحقيق الانجاري وغادي يبين يحدد المسؤوليات. ولا داعي للمزايدات والركوب على الموجه. الامور كتمشي هكذا. وكنتمنوا حنا خرجنا في هذه الوقفه باش اننا نتصدوا لهذه الهجمات وتمشي ونردوا الامور للمجاري ديالها.